السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي كديرين، لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحيحة، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله. بهذا الفيديو بغيت نشارك معكم مكان العمل ديالي. كيف كتشوفوا معايا اخوتي، ندخلوا ان شاء الله بسم الله على بركة الله. كيف كتشوفوا معايا، هذا هو مكان العمل ديالي فين كنعمل حاليا، حيت غير واحد 3 شهور ديال هاد الاوراش اللي نظمت الدوله الله يجازيها بخير. وكنتمنى كل امراه ان شاء الله تلتحق باقرب مركز ليها، يعني اقرب مركز يكون قريب ليها ديال الاعمال اليدويه، تعلم الطرز والرنده والماكينه والصنعه. اخوتي راه زوينه بزاف والدنيا كدور، وما كيعرفش الانسان شنو كاين. كيف ما تيقولوا الصنعه الى مغنات كتستر، الصنيعه مزيانه راه الا خدمتي غير قفيطناتك وجليلباتك، ولا عندك شي بنيات والوالده ديالك، يعني هذاك راه ربح. داكشي راه ماشي ساهل باش تنقصي غير حويجاتك. كيف كتشوفوا معايا، هادو هما الرشيمات ديالي ديال الطرز اللي كنت انا خدمتهم، حيت انا هذا هو المكان اللي هذا هو المركز اللي تعلمت فيه، ودابا حاليا انا كنعلم فيه العيالات. كنتمنى ربي يقدرني باش نوصل لهم المعلومه ويتعلموا حتى هما ان شاء الله يا ربي. كيف كتشوفوا معايا، هادو هما الرشيمات اللي كنت تعلمت بيهم، ودابا انا كنعلمهم للعيالات ان شاء الله. وراه هاد الفرصه يعني فرصه زوينه بزاف ديال هاد 3 شهور ديال الاوراش. كنتمنى كل النساء يعني اللي شافوا هاد الفيديو يلتحقوا بالمراكز باش يتعلموا، ما يبقاوش غير جالسين في الدار ما كيديروا حتى شي حاجه. الصنايعه راه زوينه بزاف. كيف كتشوفوا معايا، كنعلمهم حتى هاد الاكسسوارات ديال المطبخ، تعطاو ليا حتى هما في الخدمه ديالي. الديكور ديال الاكسسوارات المطبخ، كيف كتشوفوا معايا هادو الكليسات، وراني متشاركه معكم هاد كيف كتشوفوا معايا هاد الشكيلات كلهم اللي قدامي، راني دايره معكم فيديو ديال الخياطه والفصاله ديالهم كيفاش. يعني اللي بغى يستفد من شي حاجه منهم يرجع غير الفيديوهات لورا، غادي يصيب كل حاجه من هاد الشيء كاينه في الفيديو. كيف كتشوفوا معايا، هادو تعليقات ديال السليلات ديال الثومه، وهادو ديال الليديات كنهزو بهم سخون، كنحطوهم نحطو على شي حاجه سخونه، كنسرجيو فيهم التليفون، يعني كيصلحوا لبزاف حوايج. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون مفيد ليكم، وكنتمنىكم ان شاء الله حتى نتوما تعلموا هادشي. انا خوتي كيعجبوني العيالات اللي يتعلموا يعني كلشي. ودابا ان شاء الله انا غادي نخليكم على خير بين ما يجيوني العيالات ان شاء الله يا ربي، ونخليكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.